معنا عبر زوم من بيروت دكتور فارس سعيد النائب السابق في البرلمان اللبناني. دكتور سعيد أهلا وسهلا فيك معنا في هذه التغطية المتواصلة من العربية. ما قراءتك السياسية لما حصل؟ ويعني أنت تطالب في بياناتك دائما من قبل برفع ما تسميه الاحتلال الإيراني عن لبنان. بداية اسمح لي أن أقف بكل احترام أمام لحظة الموت، وبالتالي أتقدم بالتعازي للجمهور الذي آمن بالسيد حسن نصر الله، ورغم اختلافنا السياسي العميق أعتقد بأننا من واجبنا أن نقف لحظة احترام كبيرة أمام الموت وأمام هذه اللحظة. إذا أنت تفضل يعني نعم تفضل. نحن أمام لحظة كبيرة على مستوى لبنان وعلى مستوى المنطقة، لأن إعلان اغتيال شخصية بحجم السيد حسن نصر الله ليس شأنا لبنانيا فقط، فهو ارتدادات هذا الحدث سيكون في لبنان وأيضا في سوريا في العراق في اليمن وعلى مساحة العالم العربي وربما على مساحة العالم الإسلامي لما كان هذا الرجل لدور كبير وفعال لبسط نفوذ إيران في المنطقة ولإيصال النفوذ الإيراني إلى حد البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي إعلان وفاته وإعلان اغتياله من قبل العدو الإسرائيلي يفتح المجال لطي صفحة ربما لمرحلة بدأت في العام 82 وتطورت خاصة من بعد 2003، أي من بعد الاجتياح الأمريكي في إيران في العراق عفوا، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث ساهمت وساعدت في بسط نفوذ إيران في المنطقة خاصة في العراق وفي سوريا وفي لبنان. وأريد أن ألفت الانتباه بأن من بعد إعدام صدام حسين في العام 2004 وإعلان وفاة أبو عمار واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت في العام 2005 فتح المجال بدعم ربما ليس فقط إقليمي إيراني إنما أيضا غربي وأمريكي لبسط نفوذ إيران في المنطقة ولتبدل موازين القوى على مساحة المنطقة. اليوم هذا الوضع أعذرني بس سعادتك، وزير الدفاع الإسرائيلي الآن يعقد محادثات حول توسيع نشاطات وعمليات إسرائيل على الجبهة الشمالية كما يقول مكتبه وكما تنقل وكالات الأنباء عن مكتبه، ربما هذا يشي بالمزيد من الغارات المحتملة كانت الليلة أو ربما ما يحكى عن إمكانية تنفيذ اجتياح بري محدود المدى أو غير محدود المدى، يعني بدون أن نعرف أي تفاصيل حتى الآن، ولكن هذا ما يطرح. فيما يتعلق بما تفضلت به وهو يعني موقف أخلاقي منك تشكر عليه، ولكن يعني بالنتيجة الأمور لها تداعياتها وأنت يبدو تتوقع تداعيات خطيرة على المشهد اللبناني ما بعد هذا الاغتيال، بمعنى أن الحرب مطولة وربما بعد بأولى لرد إيراني محتمل تتوقعه لانخراط حزب الله في رد كبير من الآن فصاعدا على إسرائيل؟ نعم، الخطورة على مستويات اثنين، مستوى إقليمي ومستوى داخلي. على المستوى الإقليمي نحن نتوقع أن يكون هناك ربما رد إيراني ورد إسرائيلي على الرد الإيراني وكل هذا على الأرض اللبنانية، وبالتالي نتوقع بمزيد من استمرار هذا العنف وهذا العنف المتبادل، وبالتالي وكل هذا ومسرح هذا العنف سيكون بشكل أساسي الأراضي اللبنانية والدولة اللبنانية ولبنان بشكل عام. بس بعد ما استغربت ليش الآن لم يحصل ذلك؟ لا، أنا أعتقد يعني أنا لدي قراءة خاصة، يعني أريد أن أتحفظ بقولها اليوم، ولكن أنا أعتقد بأن كل الكلام الإيراني الذي ورد حتى الآن بأن إيران تريد التصعيد، أنا شخصيا أعتقد وهذا طبعا كلام أتحمل مسؤوليته، أنا أعتقد بأن إيران دخلت هي في مرحلة جديدة في التفاوض مع الولايات المتحدة ولن تقوم بأي تصعيد حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تريد أن تخسر ورقة عدم وصول
الديمقراطيين إلى سدة الرئاسة، وإيران تدرك وتعرف بأنها إذا ما صعدت قبل الانتخابات الرئاسية التصعيد على المستوى المنطقة قد يفسح بالمجال لانتخاب دونالد ترامب، وهذا ما تريده إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأنها ستبقى الوتيرة كما هي. مفهوم، أنا بفهم هذا الكلام بالأوضاع السياسية العادية، يعني بأنه إيران لا تريد لأنه تنتظر الانتخابات، هذا نحكي يعني بأوقات الرخاء إذا صح التعبير، ولكن عندما يتعلق الموضوع بعمليات بهذا الحد من ما يوصف بتغيير اللعبة، قواعد اللعبة ككل، كجيم تشينجر، بيكون يعني ما بيعود فينا نحكي إذا بننتظر الانتخابات وإذا أجا ترامب وإذا أجت هاريس، وإذا في محاولة تصفية نهائية على ما يبدو لحزب الله وربما لحركات أخرى في المنطقة، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أعرف ما هو موقع إيران في هذا الموضوع، ولا أريد أن أتكهن، ولا أريد أن أستبق يعني الأحداث. شخصيا أعتقد بأن إيران على علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة، مع الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى بعض المكاسب التي تنعكس إيجاباً على الداخل الإيراني. وبالتالي هناك طبعاً أسئلة كثيرة تطرحها ربما بيئة حزب الله، نطرحها نحن كلبنانيين حول الموقف الإيراني الحقيقي لما جرى، وحول فعلاً إذا كانت إيران دخلت في عملية الجيم تشينجر في المنطقة، أو ستبقى هي تقول بأنها العدو الأمريكي والشيطان الأمريكي الأكبر، أو بأنها رفعت راية الاعتدال بعد وصول الرئيس الإيراني الجديد الذي قال نحن إخوة للأمريكيين بعد أن كانت إيران تسميهم الشيطان الأكبر. نعم الذي قال نحن إخوة، والذي يمارس سياسة الاعتدال باتجاه الولايات المتحدة. وبالتالي أنا أخاف من أن يكون حزب الله ترك لوحده في هذه المعركة، وبالتالي يخوض معركة لوحده بدون الدعم الإيراني. طيب. الخطر الثاني هو ليس إقليمي، هو داخلي، بمعنى أن يعني كلنا ندرك بأن لبنان بدون رئيس جمهورية منذ تشرين 2022، أصبحنا في تشرين 2024، ونحن بأمس الحاجة اليوم قبل أي يوم آخر لانتخاب رئيس لجمهورية لبنان من أجل استقامة الوضع الداخلي في لبنان. حتى هذه اللحظة لأسباب مختلفة قادها حزب الله وبالتحديد السيد حسن نصر الله عرقل عملية انتخاب رئيس. اليوم نحن نتمنى على رئيس الدولة الرئيس بري الإفراج عن هذا الموضوع، وفتح مجلس النواب من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس وفقا للدستور، وأن يأخذ على عاتقه هذا الرئيس مواكبة الأحداث الهائلة التي تحصل في المنطقة والتغيرات الهائلة التي تحصل في المنطقة. وأن يستعيد يعني بالنسبة للبعض ربما ركوب على الموجة، محاولة يعني الاستفادة من اللحظة الحالية التي قد ينظر إليها على أنه يعني ترهل في حزب الله أو ضعف أو كذا، فبالتالي ألن يكيل لكم المزيد من الانتقادات من جمهور حزب الله وحركة أمل وكل المؤيدين لهم في لبنان من مختلف التيارات؟ يعني هل هذا وقته الآن؟ البعض يقول أنه مش وقته قبل وقف إطلاق النار، ما رأيك؟ يعني وقف إطلاق النار هو شأن طبعا يهم اللبنانيين، إنما ما يقرر وقف إطلاق النار هي أطراف فوق لبنانية. أساسا الذي أطلق حرب الإسناد هو قرار من قبل حزب الله لم يشاور اللبنانيين من خلاله، واليوم الذي يعتدي على لبنان أي الجانب الإسرائيلي لا يستشير اللبنانيين حول موضوع وقف إطلاق نار، ولا أعتقد بأننا سنصل إلى وقف إطلاق نار أو إلى أي ترتيب في لبنان إذا غابت الدولة في لبنان. من الذي يضمن وقف إطلاق النار؟ من هو الشريك الداخلي اللبناني لضمان أي وقف إطلاق نار أو أي ترتيب؟ هي الجمهورية اللبنانية. أما إذا غابت هذه الجمهورية، وإذا أمعنا في تغييب هذه الجمهورية اللبنانية، وإذا أمعنا بعدم انتخاب رئيس لهذه الجمهورية، ستأتي هذه اللحظة وسيكون هناك فوضى في المنطقة على المستوى الإقليمي، وستنعكس فوضى في الداخل اللبناني مع ما يرتب على هذه الفوضى من أحداث ومن خطورة لا تطال بيئة من اللبنانيين، إنما ستطال جميع اللبنانيين بكل طوائفهم ومشاربهم السياسية. نعم. وبالتالي أنا أقول
أنا أقول عبرك طاهر صديقي نعم. بأن أو انتخاب رئيس أو الفوضى في لبنان. يجب انتخاب رئيس وفقا للدستور، ويجب أن نتخلى عن الشروط والشروط المتبادلة التي سبقت انتخاب الرئيس على لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الوضع بخطر الآن بالداخل أيضا. طبعا هل تتفق نتمنى مع ذلك؟ نتمنى على الرئيس نبيه بري أن يفرج على الاستحقاق وفقا للدستور، ونتمنى على كل القوى السياسية الأخرى أن تأتي إلى مساحة مشتركة وانتخاب رئيس غير استفزازي قادر على إدارة الشأن وقادر على إعادة استيعاب هذا الحادث وهذا الحدث الهائل الذي طال لبنان ويطال المنطقة بأثرها. خايف على الوضع الأمني في لبنان؟ طبعا يعني بالمراحل الانتقالية أنا أخاف على الوضع الأمني كما حصل في مراحل أخرى. يعني أنا أتذكر بأن في العام 82 عندما استشهد الرئيس بشير جميل حصلت أحداث كان هدفها الأساسي عدم انتخاب رئيس جديد للبنان. في تلك اللحظة الذي أنقذ لبنان هو كان رحمه الله دولة الرئيس صائب سلام، الذي عندما حصلت أحداث صبرة وشتيلة قال بأن ليست الكتائب المسؤولة عن صبرة وشتيلة، إسرائيل المسؤولة عن مجزرة صبرة وشتيلة، مما أفسح المجال لنواب المسلمين أن يعودوا أن ينتخبوا رئيس جمهورية مسيحي آنذاك. اليوم نحن في لحظة أخطر من لحظة 82، لأن الرجل الذي تم اختياره من قبل العدو الإسرائيلي يتحمل مسؤوليات سياسية أكبر من مسؤولية لبنان، وبالتالي الخطورة هي أكبر بالتالي. نعم. وزير الخارجية البريطاني لامي تحدث اليوم إلى رئيس الوزراء اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار على الفور. إذن لامي كما نقلنا قبل قليل يتحدث عن أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في للبنانيين وللإسرائيليين على حد ما يقول وزير الخارجية البريطاني. إذن لامي، وأتابع معك سعادة النائب السابق دكتور فارس سعيد لأسألك عن الدولة، هل وجدتها حاضرة على رغم كل شيء، رغم من حيث هي أفقرت ورهلت وأفسدت من قبل كل ما جرى في من قبل الطبقة السياسية في الفترة الماضية، هل تجدها قادرة على أن تكون موجودة مع المواطن اللبناني اليوم، وإلى ما تدعوها؟ هل هي قادرة على المزيد؟ بداية أنا أدعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة بلبنان، وأن يتخلوا عن مواقفنا ومواقف جميع اللبنانيين تجاه هذا وذاك. اليوم ليست لحظة محاسبة الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري، هي لحظة أن نعتبر بأن الرئيس نجيب ميقاتي وخاصة الرئيس نبيه بري هما الأعمدة الحقيقية لنقل لبنان من مرحلة إلى أخرى. عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك إلى بيروت هي ننظر إليها بعين الأمل، اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع القادة الأمنيين أيضا ننظر إليه بعين الأمل، لأن هذا الاجتماع يذكرنا بوجود دولة في لبنان. مسؤولية الرئيس بري اليوم بما يتمتع الرجل من موقع وطني ومن موقع بداخل الطائفة الشيعية الذي يمثل اليوم المرجع الوحيد لهذه الطائفة المنكوبة، وهذه الطائفة التي أصيبت في صميمها وفي كرامتها جراء اغتيال السيد حسن نصر الله، نعول على الرئيس بري بأن يقوم بما يجب أن يقوم به وفقا للدستور ووفقا لأخلاقياته الوطنية، فتح مجلس النواب فورا، انتخاب رئيس من أجل أن تستقيم عملية بناء الدولة ومواجهة كل الأحداث وضبط الأوضاع الأمنية في لبنان. ليش فكرة التركيز على انتخاب رئيس؟ كيف يمكن أن يفيد رئيس بحجم صلاحياته المعروفة في لبنان وبحكم تجارب سابقة يعني للأسف لم تكن مثمرة كثيرا، مع احترامنا للموقع وللمنصب؟ هذا الرئيس عليه أن يواكب أحداث كبيرة عم تحصل في المنطقة. الكل يدرك، يعني أعتقد بأن بنيامين نتنياهو كان يدرك قبل حرب البيجرز والتوكي ووكي وصولا إلى اغتيال السيد حسن نصر الله، كان يدرك ماذا يحصل في نيويورك. في نيويورك اليوم تحصل عملية تسوية كبيرة على مستوى المنطقة، تقودها دول كبيرة لها مصالح كبيرة في المنطقة، وبالتالي نحن كما واكب هذا الموضوع بنيامين نتنياهو من خلال خلق أمر واقع بالنار وبالعنف
داخل لبنان من أجل تحسين ظروف مفاوضاته مع هذه المجموعة الدولية، نحن علينا أن يكون الشريك اللبناني الذي سيحصل أو سيساهم أو سيعمل من أجل الدفاع عن مصلحة لبنان لدى الأسرة اللبنانية، لدى الأسرة الدولية، هي دولة لبنانية مكتملة، أي دولة لديها رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومة. نعم. الوضع كما هو اليوم هو وضع لن يستقيم ولن يؤدي ما يمكن أن نحن نطلبه. الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، مجلس نواب مشلول ومقفل، المؤسسات في لبنان هي مؤسسات تعبة هرمة غير قادرة على إدارة الشؤون. نطالب فورا بانتخاب رئيس، ونعتبر بأن هذا الانتخاب خطوة بالاتجاه الصحيح حتى تكون الجمهورية اللبنانية حاضنة للجميع. ومن ضمنهم نعم. كل الطوائف في لبنان وكل الأحزاب في لبنان، لأن الحل بلبنان يكون للجميع ويكون خاصة بالجميع لا استثناء لأي جماعة في لبنان من أجل الحل ومن أجل العبور إلى دولة قادرة على إدارة الشأن الداخلي لبنان. مثل ما أثبتت كل التجارب السابقة في لبنان. شكرا جزيلا لك دكتور فارس سعيد أنا إبسام في البرلمان اللبناني على هذه المشاركة معنا من بيروت، تحياتي إليك.